بسم الله الرحمن الرحيم. نزف لخريجي الثانوية العامة بشرى افتتاح كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأقصى. تم افتتاح هذه الكلية بناء على دراسة قام فيها باحثين من الجامعة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل، وتم التأكيد وفق نتائج هذه الدراسة أن هناك حاجة ملحة لافتتاح تخصصات لها علاقة بتكنولوجيا المعلومات. فقامت إدارة الجامعة بافتتاح كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وتضم كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ثلاث تخصصات نوعية: قسم علم الحاسوب وهو متاح للفرع العلمي، قسم الشبكات والهواتف النقالة وهو متاح أيضا للفرع العلمي، قسم تكنولوجيا المعلومات التطبيقية وهو متاح أيضا للفرع العلمي بالإضافة للفرع الأدبي. أهلا وسهلا بكم في جامعة الأقصى، جامعة الكل الفلسطيني. أنا إبراهيم أبو شغيبة، تخرجت من جامعة الأقصى تخصص علوم حاسب آلي. توظفت في جامعة الأقصى مبرمج صفحات إنترنت. بنصح طلاب الثانوية العامة بالالتحاق في جامعة الأقصى لوجود تخصصات نوعية وطاقم أكاديمي وإداري متميز. مرحبا، أنا براء أبو حسين، خريجة قسم علم الحاسب جامعة الأقصى دفعة 2015. اخترت تخصص علم الحاسب للحصول على وظيفة عمل عالمية تتناسب بسوق العمل العالمي، وكانت رحلتي في جامعة الأقصى هي حجر الأساس في مشواري كـ UX ديزاينر. بتمنى تحصلوا على رحلة علمية وعملية مميزة في جامعة الأقصى تتناسب طموحكم ورغباتكم وتكون بداية مشوار الألف ميل. أنا أنيس صيام، خريج جامعة الأقصى 2018، مكنني تخصص علوم الحاسوب في الالتحاق في مجال العالم الحر الفريلانس في مجال تطوير طاقات الهواتف النقالة. بأنصح جميع طلبة الثانوية العامة للالتحاق بهذا التخصص المتميز والنوعي. مرحبا، أنا مريم سلامة، خريجة علم حاسوب من جامعة الأقصى. طورت من مهاراتي في مجال الديجيتال ماركتينج عبر كورسات أونلاين، واشتغلت كفريلانسر في مجال السوشيال ميديا ماركتينج فور موبايل أبس.